الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. عم تساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون، كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون، ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء فجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا، إن يوم الفصل كان ميقاتا، يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا، إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا، لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا، إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا، وكل شيء أحصيناه كتابا، فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا، إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا، لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا، جزاء من ربك عطاء حسابا، رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن، لا يملكون منه خطابا، يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون، لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا، ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا، إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا.
الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها
يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله. استغفر الله. اللهم إنك عفو. اللهم إنك عفو كريم. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. عبس وتولى أن جاءه الأعمى
لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى. وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى. كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره. كلا لما يقض ما أمره. فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. إذا الشمس كورت
وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم إنك اللهم انك عفو كريم لا حول ولا قوة الا اللهم انك عفو
الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. إذا السماء انفطرت، وإذا الكواكب انتثرت، وإذا البحار فجرت، وإذا القبور بعثرت، علمت نفس ما قدمت وأخرت، يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك، كلا بل تكذبون بالدين، وإن عليكم لحافظين، كراما كاتبين، يعلمون ما تفعلون، إن الأبرار لفي نعيم، وإن الفجار لفي جحيم، يصلونها يوم الدين، وما هم عنها بغائبين، وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، والأمر يومئذ لله، ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم، يوم يقوم الناس لرب العالمين، كلا إن كتاب الفجار لفي سجين، وما أدراك ما سجين، كتاب مرقوم، ويل يومئذ للمكذبين، الذين يكذبون بيوم الدين، وما يكذب به إلا كل معتد أثيم، إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين، كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، ثم إنهم لصالوا الجحيم، ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون، كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين، وما أدراك ما عليون، كتاب مرقوم يشهده المقربون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده.
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء أرسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم إنك عفو كريم. اللهم إنك عفو كريم. اللهم إنك
الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت، وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت، وأذنت لربها وحقت، يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. إنه كان في أهله مسرورا، إنه ظن أن لن يحور، بلى إن ربه كان به بصيرا. فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق، لتركبن طبقا عن طبق، فما لهم لا يؤمنون. وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون. الله أكبر. الله أكبر. بل الذين كفروا يكذبون، والله أعلم بما يوعون، فبشرهم بعذاب أليم. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. والسماء ذات البروج، واليوم الموعود، وشاهد ومشهود، قتل أصحاب الأخدود،
النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا ربنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا صلاة الوتر الله أكبر الحمد لله رب العالمين
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا اللهم فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت إنك سبحانك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا تعاليت نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك. اللهم اغفر لنا جدنا وهزلنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. اللهم اغفر لنا ما أخفينا وما أعلنا. اللهم اغفر لنا وارحمنا عافنا واعف عنا تجاوز عن سيئاتنا. اللهم تجاوز عن نساءتنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك ناصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك. نسألك بكل اسم سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار لعلك ترضى. اللهم ألبسنا به الحلل وأسكننا به الظلل واصرف به عنا النقم وزد به يا مولانا من النعم واجعلنا به عند النعماء من الشاكرين وعند البلاء من الصابرين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم اجعلنا لك ذكارين لك شكارين لك رهابين لك توابين لك مخبتين إليك أواهين منيبين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا ودعاءنا يا رب العالمين.
اللهم كما بلغتنا رمضان تقبله منا واجعله مقبولا شافعا مشفعا. اللهم شفع فينا الصيام وشفع فينا القيام وشفع فينا القرآن. اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك وأعذنا فيه من عقوبتك ونيرانك. اللهم اجعلنا فيه من الفائزين ولا تجعلنا فيه من الخاسرين. اللهم اجعلنا فيه من عبادك المقبورين ولا تجعلنا فيه من عبادك المردودين. اللهم اجعلنا ممن قبلت صيامه وقيامه واستحسنت منه تلاوة قرآنه وأصلحت له ما تبقى من عمره وأيامه وهديت قلبه وأصلحت إيمانه ورزقته قول الشهادة في ساعة ختامه. اللهم هب لنا غنى لا يطغينا وصحة لا تلهينا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين واحفظنا بالإسلام قاعدين واحفظنا بالإسلام راكعين واحفظنا بالإسلام ساجدين واحفظنا بالإسلام داعين واحفظنا بالإسلام مؤمنين واحفظنا بالإسلام في كل وقت وحين. اللهم أحينا على الإيمان وأمتنا على الإيمان. اللهم أحينا إذا علمت أن الحياة خيرا لنا وتوفانا إذا علمت أن الممات خيرا لنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم لا تدع لنا في هذه الليلة ذنبا إلا غفرته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا همّا إلا فرّجته ولا كربا إلا نفّذته ولا دينا إلا قضيته ولا دينا إلا قضيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا مكسورا إلا جبرته ولا مظلوما إلا نصرته ولا جبارا إلا قسمته ولا تائبا إلا قبلته ولا ضالا إلا هديته ولا عدوا إلا أهلكته ولا حاسدا إلا ثبطته ولا حاسدا إلا ثبطته ولا أيما إلا زوجته ولا محروما من الذرية إلا بالصالحين رزقته ولا محروما من الذرية إلا بالصالحين رزقته ولا سائلا إلا أعطيته. يا ذا العرش المجيد يا فعال لما يريد. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. يا جميل الصفح عمن كثر الذنب لديه أتاك المذنب يرجو الصفح من جرم يديه. قد رجونا منك في هذه الليلة يا ربنا الصفح الجميل والفوز العظيم والرحمة الواسعة والمغفرة الشاملة. اللهم لا تخيب آمالنا،
اللهم لا تردنا خائبين، من لنا سواك ندعوه للنظر في أمورنا وكشف ضرنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. يا رب أثقلت الذنوب ظهورنا وبكت العيون تأسفا وانحنت الرؤوس تذللا. يا رب ظرف لك دمعنا، يا رب ظرف لك دمعنا وذل لك صغيرنا وكبيرنا. اللهم لا تصرفنا من هذا المقام إلا وقد غفرت لنا، اللهم لا تصرفنا من هذا المقام إلا وقد رضيت عنا، اللهم لا تصرفنا من هذا المقام إلا وقد قبلتنا، اللهم لا تصرفنا من هذا المقام إلا وقد عفوت عنا، اللهم لا تصرفنا من هذا المقام إلا وقد رضيت عنا. يا رب رضاك والجنة، يا رب رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم لا تصرفنا من هذا المقام إلا وقد اعتقت رقابنا ورقاب والدينا ووالدي والدينا وأهلينا وزوجاتنا وذرياتنا وإخواننا وكل من له فضل علينا. اللهم اكتبنا من عتقاء النار، اللهم لا تحرمنا فضلك، اللهم لا تحرمنا فضلك، اللهم بلغنا ليلة القدر، اللهم لا تحرمنا أجرها، اللهم لا تحرمنا فضلها، اللهم لا تحرمنا أجرها، اللهم لا تحرمنا فضلها. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم ارفع ما حل بنا من وباء وبلاء، اللهم ارفع ما حل بنا من وباء وبلاء، اللهم ردنا إلى المساجد ردا جميلا، اللهم افتح لنا المساجد فتحا مبينا، اللهم ارفع ما حل بنا من ضعف وهوان، نعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة، نعوذ بكلمات الله من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. نعوذ بك اللهم من البرص والجذام والجنون ومن سيء الأسقام، تحصنا بك يا ذا الجلال والإكرام يا ذا المنة والإنعام. اللهم إنا نعوذ بك من العجز والكسل، اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، اللهم إنا نعوذ بك من الجبن والبخل، اللهم إنا نعوذ بك من غلبة الدين، اللهم إنا نعوذ بك من قهر الرجال، نعوذ بك اللهم من الكسل والهرم، وأعوذ بك اللهم من المغرم والمأسم، نعوذ بك اللهم من جهد البلاء ودرك الشقاء وشماتة الأعداء.
يا سميع الدعاء يا فاطر الأرض والسماء. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأسكننا الجنة مع الأبرار. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. تحية السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أستغفر الله. منك عفو كريم. اللهم منك.